اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا جبت لكم معايا النهارده، واو، دكتور بيبي اب ابلكيشن الاطفال. هنقعد نجربها مع بعض، مكتوب عليها ليتل بيبي دكتور. هنجربها بقى مع بعض ونشوف دي عباره عن ايه. الله، بص بقى هنا في بيبيهات كتيره، وهنا بقى بيبي بيستحمى، وهنحط بقى كله بالصابون. اوكي، بعد بقى عملناه كله بالصابون، الله، في بقى صابون كتير جدا ورغاوي، حطينا بقى الميه فوقيه كده. واو، بص بقى الميه غرقته خالص وشكله جامد جدا. بص دي بنوته بقى وعامله ايه، فيونكه كده فوق شعرها. بعد كده بقى نحط عليه صابون تاني عشان نقدر ان احنا نحميها كويس، عشان هي ايه حرارتها عاليه وحرارتها تنزل. اهو بقى بصوا بنحميها تاني. اوكي، بصي بقى هنا مبسوطه خالص كده، بقى بقت نضيفه فله بعد ما نشفناها وعملنا كل حاجه. وبعدين بصوا نلعب اللعبه دي، عارفينها طبعا، لما بنطلع اللون الازرق الاخضر مع الاخضر نجيب بقى اخضر كتير. الازرق لازم يكون اكتر من 3 عشان يقدروا ان هما ايه ينزلوا. هو بنشن بقى كده عشان يكونوا 3 نعرف ان احنا نكسب. واو، بصوا هنحط بقى الازرق كده والاخضر بقى كده، شفت بقى بصوا بنعمل ايه. واو اهي كده، نحط البينك، بعدين نحط الايه الاخضر اهو، بنقدر ان احنا نوقع الاخضر ده كله، الازرق مع الازرق. اهو الاصفر مع الاصفر. وبعدين نحاول نحط الاخضر ده كده هنا، الاصفر كده، وبعدين الازرق كده. الاخضر بقى كده هناك. مش مشكلة، خلاص هات يوسف بيبي باندا، قصدي البيبيز كلهم هنا عيانين خالص وسخنين، عمال يعني بيعيط بقى نكشف عليه. بصوا بقى بصوا قلبه، كشفنا كده على قلبه عرفنا عنده ايه. بعد كده جاي نحط له بقى الترمومتر، نعرف درجة حرارته كام. ايه ده، درجة حرارته عالية قوي، يعني بصوا بقى ده سخن خالص. نحط له بقى كمادات عشان درجة الحرارة تنزل وما يعيطش خالص. بص ابتدى يكون فرحان وبطل ان هو يعيط. واو، الدكتور بتاع الاطفال ده شاطر قوي. بص بقى اللعبة دي، مفروض الكورة ما تقعش مني خالص، لازم اقعد انزلها على ستيج وستيج تانية. الله، دي لعبة سهلة جدا. بصوا اهو عمال العب بيها. اهو ننزل بقى ده كده، الكرة الفظيعة الرخمة دي هي بتعدي بقى كده ستيجز كتيرة جدا. واو، لو طلعت فوق هتموت. ممكن نكون كسبنا خلاص، خش بقى على الستيج اللي بعديها. حطينا هنا هارد. بص بقى هنا ايه الاطفال جامدين ازاي. نشوف بقى بيبي تاني عيان،
هنشوف درجة حرارته ايه. بص هنا بنقيس بقى الطول ونقيس الوزن فنعرف وزن البيبي كام. واو عرفنا احنا نقيس وزنها. ونلبسها بقى هدوم مكان نلبسها بنطلون او ممكن نلبسها ايه فستان احسن وجزمة. الله شوفي كده شكلها كامل ازاي. ايه الابليكيشن الفظيع دي عجبتني قوي. دي بقى هنا لعبة تانية اهي. بنقعد بقى نحط على مكان الايه البوكسات اللي هي لونها اخضر نحط عليه علامة رجلين. انا انبسطت جدا جدا الابلكيشن الفظيع. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قوليلي في الكومنتات رايكم فيها. بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعاية الاطفال. توحشوني يا اصحابي. باي باي.